اكتر حد بيحس بالبلد عموما السواق. انا عندي 40 سنه بسوق نقل من بقالي 14 سنه شغال دولي، يعني رحت ليبيا، رحت السودان، رحت السعوديه، رحت الاردن، رحت العراق. ما اللي قاعد في بيته ممكن ما يعرفش الطرق اللي اتعملت دي بتعمل ايه او بتودي فين، اول منه ما بيخرجش وما بيسافرش، لكن السواق بيعرف. نفق الشيخ احمد حمدي زمان اما كنت اتبلغ باوردر شرم الشيخ انا ببقى طالع متضايق اصلا، لاني بقف على النفق من 72 ساعه 3 ايام لاربع ايام. النهارده النفق تحيا مصر بقى مسايل لك كل حاجه، بقى 10 حارات الاجهزه اللي اتعملت اللي هو التفتيش الاشعاعي ده وفر كتير جدا، بهدلت البضاعه ما عادش مفيش بضاعه بتتبهدل. انت بقيت النهارده تخش على النفق ما بتكملش 5 دقايق في النفق وبتعدي. عايز تروح من مكان لمكان بقى بص اسرع مما يمكن. طريق من اسكندريه الصحراوي، طريق السويس، طريق الغردقه، طريق محور 30 يونيو، طريق الضبعه. حاجه ثانيه، انا بين حاجه ثانيه خالص. تكفي لوحدها ان انت قعدت قدام المعبر 21 يوم، والله كفايه الفرحه اللي شفتها في عين اخواتنا الفلسطينيين. وانا في معبر رفح قابلني طفل فلسطيني اسمه كرم. قال لي انا كنت بقالي 24 ساعه تحت الانقاض. قلت له لا، ده انا اشيلك فوق دماغي. لحد النهارده ومتواصل معايا على التليفون. سالني هتيجي امتى؟ انا نفسي اروح له دلوقتي. كفايه فرحه عيالي وهما بيكلموني ان هما حسوا ان انا بعمل عمل وطني. سمير حمدي الزيني من محافظه الغربيه، عندي بنتين وولد.